بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى ضمن للسلام مقوماته وللحرب التي تكون فيها الضرورة مقوماتها، فجعل الأشهر الحرم والأشهر الحلال. الحق سبحانه وتعالى حينما جعل التقييم الديني تبع للهلال، وبحسابها نجد أن تقويم الهلال ينقص عن التقويم الشمسي 11 يوم وكسر. ما دام ينقص التقويم الهجري عن التقويم الميلادي هذه المدة، يبقى إذن الشهر القمري يدور في الشهور الميلادية أو الشمسية كلها. فيجي رمضان مرة في يناير، ومرة في فبراير، ومرة في إبريل، ومرة في مارس، ويجي الحج مرة هنا ومرة هنا ومرة هنا. قال لك ليه؟ علشان تكافؤ الفرص بالنسبة للمؤمن. المؤمن الذي يريد يصوم رمضان، وجاء رمضان في أشهر الحر المشهورة بأن يومها إيه؟ طويل، وغيره في الشتاء يبقى إيه؟ قصير. لو أن الطقس ظل هكذا دائما لظلم الذي يقطن في المنطقة الإيه؟ الحر، واللي في المنطقة الباردة يوم يجعل الله التقييم بالشهر الميلادي ليدور رمضان في كل شهور العام. فهذا يأخذ نصيبه في الشتاء وفي الخريف وفي الربيع وفي كذا وفي كذا، يبقى فيه ايه؟ فيه تسوية. ما دام فيه تسوية يبقى ده تشريع صح، وإلا كان يبقى مظلوم قوي. طب اللي يجي بقى عنده بقى الحج هو في منطقة حرة، وبعد ذلك جاء الحج في الحر، يبقى معقول اهو حر لحر، انما طب حر وبرد، واحد قاعد في منطقة برد ولا يقدرش يطيق الايه؟ الحر. أم قال لك يبقى إذن لازم الأشهر القمرية دي تدور في مين؟ ما دام دي كزايد 11 يوم يبقى تدور في مين؟ وكل 33 سنة تفرق سنة، كل 33 سنة يبتدي الدورة تيجي إيه؟ تيجي تاني مع بعضها وهكذا. يبقى إذن يدور التكليف مشقة وسهولة وصعوبة على جميع مين؟ على جميع المكلفين. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى حينما ربط اليوم بالشمس برضو المراد به الإيه؟ الدوام، الدوام التكليفي. إيه يعني الدوام التكليفي؟ إحنا قلنا الصبح مثلا وقته من إيه؟ من الفجر الصادق إلى أن إيه؟ تطلع الشمس، ودك إلى الزوال، ودي بقى شيء مثليه، ودي غروب الشمس والشفق، كل ده توقيت يومي. هذا التوقيت اليومي لو نظرت لوجدت فيها إشاعة للعبادة، وهي الصلاة. الصلاة اللي هي عماد مين؟ عماد الدين. احنا قلنا ان الانسان يكفيه اركان الاسلام 5 صحيح، لكنها لا تعتبر اركان المسلم، لان المسلم قد يكون فقيرا فلا يزكي. يبقى الركن ده هو بقي في الاسلام انما ايه؟ خرج منه. طب وقد يكون مريضا فلا يصوم، يبقى برضه ايه؟ ركن في الاسلام ولكنه ليس ركنا في مين؟ في المسلم. طب والحاج غير مستطيع، يبقى ركن في الاسلام ولكنه ليس ركنا في اسلامك انت. اللي ركن في اسلام الكل ايه؟ شهاده ان لا اله الا الله، ودي بتقال ايه؟ مره واحده. واقام الصلاه هي دي اللي ايه؟ ما بتسقطش ابدا. يبقى الركن الثابت ايه؟ الشهاده وايه؟ والصلاه. الصلاة بقى اللي هي العماد دي بتاعت الدين دي بتتكرر كام مرة؟ 5 مرات. طيب بتتكرر 5 مرات لكل الأرض؟ أم قال لك لكل الأرض، لكن لاحظ حاجة، أن وقت صبحك قد يكون وقت ظهر عند غيرك. وبعد التقاويم ما مشيت دلوقتي يقول لك الساعة دي في لندن كذا، ولا ده في أمريكا قد كده، ده احنا الظهر هنا، ده احنا بالليل هنا، مش ده اللي بيحصل؟ إذن فوقت الصبح قد يكون ظهرا عند مين؟ وعصرا عنده، ومغربا عنده، وعشاء عنده غيره. الله، يبقى كل لحظة من الزمن فيها جميع الأوقات ولا لا؟ كل لحظة من الزمن فيها ايه؟
فيها كل الأوقات، فيظل الله معبودا بالصلاة في كل بقاع الأرض بكل أنواع الصلاة. ده بيدن الظهر، وده بيدن العصر، وده بيدن المغرب، وده بيدن، وده بيقول الله أكبر الله أكبر، وده بيقول إيه أشهد أن لا إله إلا الله، وده بيقول أشهد أن لا إله إلا الله، وده بيقول أشهد أن محمد رسول، متوالية. دي يقول الله أكبر، واللي بعده على طول يقول إيه، بعد له كم اثنين أشهد أن لا إله إلا الله، يكون الزمن بتاعه جه يقول إيه. فامسك اللفظ الأذان بس تجد الله أكبر دائما، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله دائما، كل ألفاظ الأذان وكل وقت الله معبود فيه في كل وقت، كل وقت. ولذلك الرجل اللي عنده إشراقات نورانية لما بص كده، مع أنه أم لا يعرف لا يقرأ ولا يكتب، إنما علمه الله، اتخذه الله فعلمه، يقول له إيه، يا زمن وفيك كل الزمن. يبقى يا زمن يعني يا ظهر، وفيك إيه، الصبح والمغرب والعشاء وكل وقت من الايه، من الاوقات. ولذلك تلاحظ احنا بس بنقولها اوقات خمسة، ده مش اوقات خمسة، ده حركات في الاوقات. يعني واحد عمال بيقول للظهر ايه، الله اكبر تكبيرة الاحرام، مش كده، وواحد تاني لسه بايه بيقيم الصلاة، وواحد بيقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واحد بيقول بسم الله الرحمن الرحيم، واحد يقول الحمد لله، الله الله، المسألة موصولة ازاي دي؟ يبقى إذن لا ينفك جزء من الزمن إلا والله معبود فيه بعبادات كل الزمن. يبقى إذن أدي سبب ربط الإيه، ربط اليوم بالشمس. ولذلك قلنا إن دي بتحللنا إشكالات كتيرة، إشكالات ما كناش نعرف لها حل. كان الناس اللي بيتقبلوا القرآن بيفسروه على حسب إيه، على حسب اجتهاداتهم، بين فيه كل شيء ولكن آخذ منه كل قدر ذهنه كل تالي، كل واحد ياخد على قد ايه. اما قال لك دي في ايات الاحكام، قال لك لا، الاحكام كلها ايه واضحه، لكن الايات الكونيه قد يتسع ذهن زمن لادراك شيء ولا يتسع ذهن زمن اخر لادراكه. فلما ما جينا مثلا في القران، اهو مثلا المستشرقين كانوا اول ما يقولوا القران، اهو انتوا بتقولوا ما فيش فيه تناقض ولا فيش فيه اختلاف او فيه اختلاف، ايه يا اخوي؟ ام قال لك في الكونيات ايه؟ طيب قول لي كده يا سيدي. قال لي بيقول ايه رب الايه، المشرق والايه والمغرب، والمشرقين والمغربين، والمشارق والمغرب. جه الزمن العلمي حل لنا الإشكال. ليه؟ قال لك لأنك لو نظرت إلى المكان الواحد وجدت له مشرق، يقول لك ده الشمس بتشرق عند نخلة بني فلان، بيشوفوها طالعة من هناك كده، يعني كل يوم بتيجي كده، وبعدين لها إيه؟ مغرب. يبقى كل بقعة إن نظرت إليها نظرة مفردة بصرف النظر عن مسيلاتها، يبقى كل حتة لها إيه؟ مشرق ومغرب. فإذا قال الله المشرق والمغرب أصادق ولا لا؟ طيب لكن إذا شرق، بعدين العلم بين لنا بقى من الدورة والعملية إياها، أم قال لك لا، ده حين تشرق عندي تكون قد غربت عند قوم، وحين تغرب عندي تكون قد أشرقت. يبقى إذن مع كل مشرق مغرب، ومع كل مغرب، يبقى فيه مشرقين وفيه مغربين ولا ما فيش؟ يبقى فيه مشرقين. طب وبعدين؟ أم قال لك الله ما دام كل واحدة على مليون من الثانية يبقى فيه شروق وفيه مقابله غروب، يبقى كل واحد على مليون من الثانية فيه شروق وفيه إيه؟ يبقى لما يقول رب المشارق والمغارب، يبقى إذا اتحلت لنا إشكالات كتير. ده اللي يدلنا، أقول لك واحد، إشمعنى جعل الأهلة هي الأساس في حساب الإيه؟ في حساب الزمن. هو الشمس ليه؟ قال لك لا، الشمس ده علشان ايه؟ مربوطه بعلامه يوميه. القمر ما يدينيش علامه ايه؟ يوميه. ليه ما يدينيش علامه يوميه؟ طب ما قد كده وقد كده وقد كده. قال لك لا، لان العلامه اليوميه في القمر، القمر نور الشمس ما يخليكش ايه؟ اوعى تقول ان القمر بيطلع بالليل، القمر طالع دائما. القمر طالع ايه؟ دائما، بس انت ما تقدرش ايه؟ ما تقدرش تدركه. كلمه بقى العده هنا، أم قال لك إياك أن تفهم أن العدة المجملة في القرآن، ما هو ما قالش هم إيه الأشهر، قال بس منها أربعة حرم. طب حدد لي الأربعة، إيه هم الأربعة؟ السنة بيّنتها، السنة. يبقى إذا بيان السنة أمر ضروري ولا مش ضروري؟ وإلا فكنا طب نعمل دي إزاي، منها أربعة الحرم، تعدد أربعة من 12، إيه هم الحرم؟ إن كان كده يبقى نعملها على كيفنا بقى، كل جماعة يعملوا ايه؟ فجاءت السنة لتبين.
لتبين للناس ما نزل إليه. يبقى السنة أمر ضروري في القرآن ولا مش أمر ضروري؟ أمر ضروري في القرآن. لما جه بينها قال لك ثلاثة إيه؟ سرد وواحد إيه؟ فرض، ذي القعدة وذي الحجة والمحرم، وبعدين تجيب إيه؟ تجيب إيه؟ رجب. أم قال لك التحديد من السنة للشهور الأربعة بالنسبة لل 12 دلنا على خصوصيات هذه الشهور، مش أنا عايز أربعة أشهر أيا كان، لا أربعة أشهر أيا كان كنا نقولها في أي حتة وخلاص نعفي نفسنا من الحرب في أربعة أشهر. ما دام السنة بينت قال لك ثلاثة سرد وواحد فرض يبقى إيه؟ بأعيانها. هم عملوا إيه؟ قال لك هي قالوا أربعة أشهر برضه وسلمهم بأن إيه؟ عدة الشهور عند الله 12 شهرا ومنها أربعة حرم، بس بقى ما حددوهاش بأعيانها. يجي مثلا مزنوقين بقى في الحرب كده في المحرم يقول نبقى نأخروا الشهر إيه؟ يبقى حافظ على العدد ولا لا؟ انما لم يحافظ على المعدود بالعدد. يبقى فيه فرق بين ايه؟ العدد والمعدود. مساله العدد والمعدود دي ازاحت اشكالات كثيره في الدين. العدد والايه؟ اذا لو ان الرسول لم يبين الاربعه اشهر من الاثناشر كان من الممكن انهم يحجزوا اربعه اشهر وفي أيا كانت، نقول له لا، حين بيّن الرسول أنها ثلاثة في إيه؟ سرد وواحد فرد، يبقى بخصوصها، يبقى لاحظ العدد والإيه؟ والمعدود. المسألة دي حلت لنا إشكالات عند المستشرقين اللي بيسيروها حول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لك الله سبحانه وتعالى الإسلام جاء ونظام التعدد في الزوجات موجود، فجاء ليحدد العدد. النبي قال للجماعة اللي عندهم أكثر، قال إيه؟ اللي عنده أكثر من أربعة إيه؟ يمسك أربعة ويفارق مين؟ الباقي. قال لك أو شرع للناس ولم يشرع لنفسه، ما أدخلش نفسه في الإيه؟ في التشريع. خد تسعة، هو خد إيه؟ تسعة. نقول له طيب خلينا نعمل كده عملية حسابية إنصافية، نشوف المسألة بالنسبة للرسول توسعة عليه أم تضييق؟ توسعة عليه أم تضييق؟ أنت حين تلاحظ العدد تقول لا ده خد تسعة وأمته خدت كام؟ أربعة. لكن يجب أن تلاحظ مع العدد المعدود. أنت إذا ماتوا الأربعة تجيب أربعة، وإن ماتت واحدة تجيب تكملهم يبقوا كام؟ الله. إذا أنت عندك عدد لا معدود، بحيث إذا غيرت طلقت ولا عملت تجيب غيرك، يبقى العدد باقي لك ولا لا؟ لأن المعدود أنت حر فيه. لكن رسول الله حصر عددا ومعدودا، قال له لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج. وأزواجه إيه؟ وما دام أمهاتنا يبقى ما يحلش لنا إننا إيه؟ لواحد من امته يروح يتجوز. يبقى لو النبي هيمسك اربعه ويساء يروح يسلم الباقي، الباقي يروح فين؟ يقعد كده من غير حاجه، محدش يجرؤ انه يتجوز. لكن ديكها ممكن تتجوز ولا مش ممكن تتجوز؟ يبقى اذا المعدودات دول مخصوصين. يبقى قل ان رسول الله استثني في الايه؟ في المعدود لا في الايه؟ لا في العدد. والمستثنى في العدد يدير المعدود حيث، والمستثنى في المعدود لا حرية له في أن يديره كيف شاء. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. كلمة في كتاب الله قلنا اللوح المحفوظ يا الإيه؟ القرآن. يوم خلق السماوات والأرض، فكأنها عملية إيه؟ عملية مش طارئة على الكون، ده معمول حسابها من إمتى؟ من قبل ما تيجي أنت الأرض. ما دام يوم خلق السماوات والارض يعني من قبل انت ما تيجي ايها الخليفه في مين؟ ده نظام كوني، ونظام معمول بايه؟ بدقه. النظام الكوني اللي انا هربط بيه حسابي، ما احنا هنربط حسابنا بمنازل القمر بقى سليم. قال لك اهاني جعلت الشمس والقمر واو الى اخره، وحتى عاملها لك نظام في الزمن وتحسب به الزمن. قال لك الشمس والقمر بايه؟ بحسبان. يجي في ايه تانية ايه؟ انه جعل الشمس والقمر ايه؟ حسبان. قال لك هي ما تجعلش ميزان الا اذا كانت هي مبنيه على انها ايه؟ لما تيجي تقول ده الساعه دي مظبوطه، يا سلام،
مظبوطة يعني الوقت ده لما تقول خمسة يعني خمسة على القوي. طب وهي تديني خمسة وقت مضبوط إلا إذا كانت هي متركبة بفعل تركيب مضبوط. إن كانت متركبة تركيب مخلول زي اللي بتقدم ولا بتأخر ولا ده ساعة مجنونة ولا ساعة مش عارف، نقول له لا ده لازم إذا حسبت بها الوقت لازم تكون هي منشأة أيضا على حساب دقيق. ولذلك قال أنا ما قلت لكوش اتخذوا الشمس والقمر حسبان يعني حساب، إلا أنني خلقت الشمس والقمر بحسبان. يبقى هي كانت حسابا ليه؟ لأنها مخلوقة إيه؟ بحساب أيضا بحساب دقيق. لما تيجي تضبط مثلا المنبه على الساعة كذا والساعة كذا وبعد ذلك تيجي يضرب المنبه تقوم تطلع تمام كده، وبعدين يجي مثلا قمت ويقول لك لسه الفجر ما ادانش مثلا، تقول ده الساعة دي مخلولة. ساعة مخلولة يعني إيه؟ يعني مش معمولة بإيه؟ فيجب لتضبط الزمن أن يكون الآلة في ضبط الزمن إيه؟ مضبوطة في ذاتها، لأنه لا ضبط في المخارج عن الذات إلا بعد ضبط الذات إيه؟ ضبط الذات نفسه. وما دام يوم خلق السماوات والأرض يبقى عملية إيه؟ عملية كونية. منها أربعة حرم. الجماعة بقى اللي بقوا يأخروا الحرب شهر علشان ينتصرهم ويقول لك الشهر ده نوديه لشهر ثاني، هم حافظوا على العدد إنما لم يحافظوا على المعدود. ذلك الدين القيم. الدين ده له إطلاقات متعددة. الدين مثلا الحساب، الدين اللي هي مجموعة القيم، الدين اللي هو الأمر الذي تدين به وتنقاد إليه، كلها مبنية على الانقياد والإيه؟ والتسليم. إزاي؟ أم قال لك الإنسان منا حين لا يكون له بصر بأمر من الأمور ويضطرب فيها رأيه، يقوم يختار واحد ممن يرى حكمته وعلمه بالأمور ويقول له إيه؟ أنا يا شيخ وكلتك في المسألة دي، اللي تعمله أنا حمش وراك. معنى حمش وراك يعني إيه؟ سأسلم قيادة اختياري لإيه؟ لاختيارك. أنت تدي له ليه؟ ليه؟ لازم يكون ثبت بالاستقراء والتجربة إنه إيه؟ أنه عليم بهذه وأنه حكيم في تصرفه. ولذلك الناس اللي بيفرضوا آرائهم على الناس وبتاع والناس بتقتنع، يقول لك فلان قال، وما دام فلان قال يبقى إيه؟ يبقى صدق. دي ده إيه؟ بتنقد ليه ليه؟ ده لازم فيه سوابق. هو سيدنا أبو بكر قال على رسول الله إيه؟ لما قال له ده صاحبك اتنب وعمل إنه نبي. قال الله إن كان قال فقد صدق. خلاص انتهت المسألة. الله، يبقى قال كده ليه؟ قال كده لأن ثوابكه توحي بأنه ما يكذبش. بقى ما يكذبش على أهل الأرض وحيكذب على السماء، مش معقول. يبقى إذن لا تسلم زمامك للمساوي إلا إذا كانت فيه مقدمات أثبتت بأن ده مش مساوي، هو مساويك في الفردية والذاتية إنما مش مساويك في الفكر والحكم، فأسلمت أمرك إلى مين؟ إليه. طيب الخلق ده الذي يريد الحق سبحانه وتعالى أن نسلم وجوهنا إليه، أم قال لك لأن أنت إن عزت حكمة هي الحكمة، إن عزت قدرة هي القدرة، إن عزت قهر هو القهر، يبقى في حد تسلم زمامك له أكتر من ده؟ يبقى ده الإسلام الإيه؟ أدي معنى الإسلام الحق، أن تسلم زمام اختيارك إلى مراد إيه؟ من تسلم له إيه؟ من تسلم له الزمام. يبقى كل الدين معناه الإيه؟ الالتزام والإيه؟ والانقياد. ذلك الدين القيم. قيم أم قال لك هذا الشيء قيم، إما أن تقول ثابت من شيء قائم، هذا الشيء قائم، الدليل قائم، يعني إيه؟ ثابت لا يحول ولا إيه؟ ولا يتغير. أو قيم على غيره يعني مهيمن عليه. قال لك إيه؟ ولأننا لما ننظر إلى الإسلام نجد أن ومهيمنا إيه؟ ومهيمنا عليه. وقاتلوا هنا بقى لما يعني الآية صدرت بأشهر حرم وما تظلموش ولا تعملوش، معناها ما تحاربوش هنا، قد تضعف هذه إيه؟ هوية الحرب عند من يريد أن إيه؟ أن يخدع الباطل. قال لك اوعى تنسى الحتة دي، أنا بقول لك دي للسلام، ده 14 ده عشان أضمن سلام، إنما اوعى تبهت في نفسك فكرة القتال، اوعى تبهت في نفسك إيه؟ فكرة الإيه؟ لأن ده كلام تحنيني كده أننا نعمل سلام ونعمل أمن ونعمل رضا ونعمل اطمئنان. يقول لي شوف العقل، وقاتلوا المشركين كافة. إياكم أن يكون ذلك
يفت في عضدكم يقول لك ده اسلام ومش عارف ايه ولازم نخلي امان ولا وقاتلوا المشركين كافه. كلمه كافه وقد سبقها امران، قاتلوا اللي هم يعني يا مؤمنين، ادي طرف المشركين، ادي الطرف الايه المقابل. كافه دي هترجعها الى مين؟ الى المقاتلين من المؤمنين او الى المقاتلين من الكفار؟ ام قال لك اهدى بقى اسراء الاداء القراني، جاب اللفظ اللي يصح توديه هنا ويصح توديه هنا ويصح تجمع به من ايه بالاثنين. طب قاتلوا المشركين حاله كونكم كافه، او قاتلوا المشركين حاله كونهم ايه كافه. كافه دي لفظ ما يجمعش ولا يسنى ولا حاجه، القوم كافه، الرجلان كافه، الرجل كافه، ماخوذه من ايه؟ من الكف وهو المنع، الكف وهو المنع. ويطلق على الحافه، حافه الشيء، لانها منعت امتداد الشيء الى حيز غيره. ولذلك احنا حتى في اسلوب الخياطين يقول لك كفف الثوب. كففه يعني ايه؟ لما يبقى منسل 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 كده تعالى خياطه عشان ايه؟ تمنع الخيطه دي انها ايه؟ تطلع بره، يقول لك ده كفافه. يبقى قاتلوا المشركين كفه، يعني ايها المؤمنون كونوا في قتال المشركين جميعا. انتم مجتمعين وباي لون من الوان الاشراك قاتلوا، يبقى كفه تصلح ان تكون للمقاتل وهو المؤمن، وتصلح ان تكون لمين؟ للمقاتل. قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. هم بيجتمعوا الجماعة الأديان اللي كانت في المدينة اللي هي مثلا اليهودية، والأديان اللي كانت بعيدة شوية اللي هي مثلا النصرانية، دول تقالبوا مع المشركين عليكم، يعني تناسوا ايه؟ تناسوا الاختلاف فيما بينهم عشان يجتمعوا عليه عليهم. فيجب أن لا تفشلوا عن حقكم. ليه؟ لأنهم اجتمعوا على باطلهم. ولذلك الإمام علي يقولها كلمة: يا عجبا كل العجب من تضافر هؤلاء القوم على باطلهم وفشلكم عن حقكم. هم باطلين وإيه ومجتمعين، وانتوا تبقوا من يبقى على حق. يا عجبا كل العجب من تضافر هؤلاء القوم على باطلهم وفشلكم. ألم يقل اليهود بالنسبة لمشركين في مكة: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا؟ بقى المشركين دول يبقوا أهدى من محمد من اللي قال كده؟ من اليهود، مش قالوا كده؟ أهم اليهود اللي كانوا اللي هم بيقولوا كده هؤلاء أهدى منكم سبيلا، هم نفسهم اليهود الذين كانوا يقولون للمشركين اللي موجودين في المدينة، يقول لهم إيه؟ لقد أظل زمان نبي، يعني أوروب، سنتبعه ونقتلكم به قتل عاد. وهم اللي بيتنبأوا به، فلما تنبأوا به وجيه اللي تنبأوا به واجتمعوا ولا ما اجتمعوش، بقول فإذا ما دام الباطل بكل ألوانه اجتمع عليكم فيجب أن تجتمعوا مع أنكم على ايه؟ على حق. وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. كلمة كفة إن عادت على المؤمن المقاتل أو عادت على المشرك المقاتل تتطلب هذا التسجيل في الآية: إن الله مع المتقين. فإن قاتلتموهم وأنتم كفة ومجتمعين إياكم أن تغركم هذه الاجتماعات، لأن الله هو اللي بإيه؟ هو اللي بيدي النصر. وإن اجتمعوا عليكم جميعا اوعوا تقول ده دول كسرة ونحن قلة، عددهم ما عددش، لأن الله مع الإيه؟ وحين يوجد الله في ميزان قوم ولا يوجد في ميزان الآخر، يبقى أي كفة ترجح؟ وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا، والعلم قلنا حكم يقيني عليه الدليل، يعني مش عايز إيه؟ مش عايز تدليل. ليه؟ لأن العلم بتاخد قضية ما كانتش معلومة لك بتيجي بقت معلومة، دي القضية. فإن وسخت فيها ممن قال لك
يبقى ده علمت علم يقين بقدر وثوقك في مين؟ في من قال. فإن عاينتها انتقلت من إيه؟ من علم اليقين إلى عين اليقين، بعينك شايفها إيه؟ فإن انتقلت نقلة تانية أعلى إلى المباشرة تبقى حق الإيه؟ حق اليقين. قلنا زمان إن العلم قضية معلومة في النفس ومجزوم بها والواقع يؤيدها وتستطيع أن تقيم عليها الدليل، دي بقت إيه؟ علم. بس إن كان العلم من خبر يبقى يقينك به على مقدار مين؟ من أخبر. لما قالوا له ده النبي محمد بيقول إنه أسري به، قال إيه؟ برضه قال إن كان قال فقد إيه؟ فقد صدق. إن كان قال فقد إيه؟ فقد صدق. يبقى على مقدار توثيق القائل، والقائل بيوثق ليه؟ من الاستنباطات السابقة. ستين خديجة رضوان الله عليها حينما أخبرها رسول الله بالوافد الذي يأتي له وقال زملوني دسروني والحكاية الجديدة اللي جت عليه، قال أخاف أن يكون عندي إيمان في حاجة يعني مش طبيعية. قالت له لا مش ممكن، إنك لإيه؟ تصل الرحم وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق وتعمل، لا يمكن أن يخزيك الله. فخدت من مقدمات إيه؟ السابقة إيه؟ توثيق للحكم. ولذلك ده أول مجتهدة في الإسلام عملت قياس، قاست الحاضر بمين؟ بالماضي. واعلموا أن الله مع المتقين، علم يقين أو عين يقين لأنكم شاهدتموه في المعارك وأنتم قلة، أو حقيقة يقين كل واحد منكم يفسرها حينما كان مقابلا لخصم من خصومه في قريش. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.